قال المدير العام لشركة بيتريش بتروليوم برنارلوني إن حقل سلحفاة فتح ميم في موريتانيا يحتوي على احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي المسال يقدر ب15 تريليون قدم مكعب. وأوضح برنارل في كلمة خلال مؤتمر تكنولوجيا التنقيب عن الغاز في البحر ألقاها بمدينة هيوستون الأمريكية أن مساحة الحقل الموريتاني السنغالي للغاز أكبر من إجمالي مساحة ولاية هيوستون الأمريكية البالغة 33,000 كيلومتر مربع. وكشف لوني أن حقل سلحفاة فتح ميم يمكن أن يحتوي على 50 تريليون قدم مكعب إضافية. وأشار مدير بيبي إلى أن 50 تريليون قدم مكعب هي إجمالي الإنتاج الحالي لإفريقيا من الغاز لمدة 7 سنوات. عبد المؤمن والأحمد. اكتشافات الغاز في الحقول البحرية على شواطئ موريتانيا باتت تسترعى اهتماما متزايدا من عمالقة الشركات العالمية العاملة في مجال الاستخراج، لأنه وببساطة وحسب الخبراء في المجال ستكون تكلفة التصدير صوب الأسواق الأوروبية أقل بكثير بفعل قرب الموقع من السوق المستهلكة في الدول الأوروبية عكس التصدير من دول المشرق، حيث أن سعر الغاز الذي سينقل بحرا بناقلات الغاز الطبيعي المسال سيكون بأسعار تنافسية. شركة كوسموس إنرجي الأمريكية تعلن في وقت سابق عن تفاؤلها بشأن مشاريعها النفطية في موريتانيا، تفاؤل تعضده التصريحات الأخيرة للمدير العام لشركة بريتش بتروليوم حول حقل السلحفاة أحميم في موريتانيا. المدير العام للشركة كشف أن حقل السلحفاة أحميم يمكن أن يحتوي على 50 تريليون قدم مكعب إضافية، مشيرا إلى أن 50 تريليون قدم مكعب التي يحويها هذا الحقل هي إجمالي الإنتاج الحالي لإفريقيا من الغاز ولمدة 7 سنوات. بعض المصادر رجحت أن يستغرق الدخول الفعلي للغاز الموريتاني إلى السوق البريطانية والأوروبية بشكل عام فترة أقل من 4 سنوات، وأن يحمل العام 2021 معه أولى بشائر عائدات الغاز الموريتاني. عبد المؤمن الأحمد، تلفزيون الساحل.